هنا تونس مستمعيدي وانا فاهم، مرحبا بكم من جديد، شكرا على المتابعة وعلى الاستماع. ما زلنا مواصلين معكم حتى للماضي ساعتين في هذا الجزء الأخير من برنامج هنا تونس اللي سعداء خلاله باستضافة وحضور عضو مجلس نواب الشعب عن حزب التيار الديمقراطي والقيادي في الحزب الأستاذ سفيان المخلوفي. سي سفيان مرحبا. مرحبا بكم مستمعيك سي محمد. عملت فيك المطر يظل اليوم؟ لا مش واحد يوصل هنا. مرحبا بك سفيان المخلوفي. مش نحكيه على موقف التيار الديمقراطي من مختلف القضايا والمستجدات الوطنية وفي مقدمتها مسار تشكيل الحكومة وأيضا مسألة التنافس في علاقة برئاسة البرلمان وربما ما ستبوح به الجلسة الافتتاحية لمجلس نواب الشعب الجديد. يواصل حضور معنا في الاستوديو المحلل السياسي نبيل الرابحي. قبل ما نبدأ حواري معك سفيان المخلوفي نذكر المستمعين والمستمعات كالعادة بوسائل التواصل والتفاعل صفحة الفيسبوك ديوان فهم، لتجمو تخليوا فيها كل التفاعلات والأراء والمقترحات، إذا تجمو تابعونا في المباشر بالصوت والصورة عبر ستريمينج لايف على صفحة الفيسبوك ديوان فهم، كما تجمو تابعونا زاد على السيت ويب ديوان فهم بوانات اللي تقاو فيه آخر الأخبار وجميع تسجيلات برامجنا. لقاء يوم أمس الثالث على ما يبدو بين محمد عبو أمين عام حزب التيار الديمقراطي وراشد الغنوشي رئيس حركة النهضة في الوقت اللي يعلن فيه التيار عن ترشيح غازي الشواشي لرئاسة البرلمان. النهضة وشورى النهضة يعلن عن ترشيح الغنوشي لرئاسة البرلمان. هل من إمكانية اليوم لتقارب أو لصفقة أو لتسوية ما بين الحزبين سواء في علاقة بمسار تشكيل الحكومة أو أيضا في علاقة برئاسة البرلمان؟ سفيان المخلوفي ربي سمحني أنا بل كنت عمزي نحب نشد سؤال مبدئي فضل. معناتها أين تصنفون أنفسكم الساعة التيار الديمقراطي في الطيف السياسي من اليمين اليسار الوسط اليمين الوسط اليساري ومن بعد نحكي في قصة عربي لا نحب نفهم التموقع السياسي ومن بعد نمشيو في جاوبنا على السؤال ومن خضم إجابة ونعرفوا أنت تموقع أيوة نحب روحي منهجي معناها بالطرف بالطرف بهتو نرجعوك سي نبيل. اللي قال البارح ما كانش موجود فيها راشد الغنوشي ما كان لقاء مع وفد من النهضة. نساني سي نبيل في السؤال باش نحب نجاوبك بالتدقيق معناها النهضة والتيار هل من إمكانية لشراكة ما سواء في علاقة برئاسة البرلمان ونواب رئيس البرلمان وخاصة تشكيل الحكومة القادمة؟ لا نحب نقول بداية لو لحد الآن ما فهمش مفاوضات بيننا وبين حركة النهضة. أنا نجم نعبر عليه نقول جلسة نبذ لأنه مثل ما حتى شيء جدي في غدوة جلسة افتتاحية هي أنا قلت لك مثل ما غدوة جلسة افتتاحية لكن لحد اللقاء متاع الأمس ما ثمشي مقترحات جدية لأنه النهضة هي الحزب الأول والمعنية دستوريا بمقترحات تخص الحكومة. يعني ما نجموش تحدثوا في رئاسة المجلس إذا كان ما نجموش نتحدثوا في الحكومة. يعني إذا كان فما حاجة ربلايش تكون معناها شاملة تهم المجلس تهم الحكومة تهم البرنامج متاع الحكومة رئيس الحكومة هيكلة الحكومة إلى ذلك. معناها مش ماشي نعملوا هكا اتفاق جزئي برا فلان يمشي رئيس مجلس ومن بعد تنتفهموا قبل 24 ساعة من الجلسة الافتتاحية لمجلس نواب الشعب تحكي على جلسة نبض ما تحكيش على مشاورات رسمية ربما قد يكون فيها تقدم في علاقة بمسار تشكيل الحكومة ورئاسة البرلمان القادم. هل هذا يعني أنكم غير معنيين بالمشاركة في الحكومة القادمة ورئاسة البرلمان؟ لا احنا شوف الناس كلها ما غير ما نعود ونرجع تعرف شنو الخارطة النيابية والسياسية اللي موجودة في مجلس النواب الشعب واحنا نجم نقول انه بعد تردد قلنا به الوضعية كما هي مستعدين نشاركوا في الحكم لكن نشاركوا على قواعد واضحة وبضمانات واضحة وعلى قاعدة جدية وعلى برنامج نجم ينجح الحكومة ويحد على الأقل مرحليا من الأزمات المالية والاقتصادية والاجتماعية اللي موجودة في البلاد في إطار إمكانية تطوير الوضع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في البلاد إلى ما هو أحسن. يعني لابد أنه يكون هناك أرضية متفاهمين فيها مستعدين ندخلوا الحكم قلنا مستعدين نفاوضوا في المسألة هذه بجدية لأن لحد الآن لم نتصل بأي اقتراح جدي من النهضة في الموضوع هذا وهي المعنية الأولى دستوريا بتقديم مقترحات باش نجمو نناقشوا معها. سلمونا ما
قالوا هم معناها برنامج مشروع حكم وثيقة التعاقد الحكم. التعاقد قاعدين احنا بتبعها سلمناها لخبرائنا في الحزب لدراستها من خاصة من جوانبها الاقتصادية والاجتماعية وما إلى ذلك. مازلنا نعدوا فيها إن شاء الله تكون جاهزة في يومين أو ثلاثة معناها ردنا عليها. البقية ما في حد شيء. طيب اليوم فما إعلان رسمي عن ترشيح غازي الشواشي منكم العام السابق وزميلك في مجلس نواب الشعب عن حزب التيار الديمقراطي لرئاسة البرلمان في الوقت اللي اليوم فما شكون يرى أن التوازنات الحالية لا تخدم هذا الترشيح. هل هو فعلا ترشيح جدي غازي سفيان المخلوفي أم مجرد مناورة سياسية بحثا عن توافقات ما مع النهضة أو مع بقية الأطراف السياسية؟ لا احنا وصلنا ما أقل من 24 ساعة على الجلسة العامة الافتتاحية لمجلس نواب الشعب وانتخاب الرئيس الجديد لمجلس نواب الشعب. ما هيش تقديم متاع مناورة يعني كما قلت لك احنا كنا نتصوروا انه من الممكن انه يتم تفاهم كامل فيما يخص الحكومة ورضية الحكومة والشعب. ما فهمش تفاهم. يبقى من حقنا احنا كما من حق غيرنا ان نتقدم الى رئاسة المجلس بمرشح. واحنا في التيار الديمقراطي نتصوروا انه سي غازي الشواشي عنده من القدرة ومن الكفاءة ومن الخبرة انه ينجم يكون رئيس مجلس. يبقى غدا نشوفوا تفاهمات مع بقية الكتل فيما يخص امكانية التصويت الاستاذ غازي الشواشي لترأس المجلس. هل اتصلتوا بعدد من الكتل النيابية بعدد من النواب المستقلين لضمان الدعم والحشد لفوزكم برئاسة البرلمان؟ هناك بعض النواب المستقلين. نحن عنا تقارب سياسي و مع حركة الشعب ولدينا لقاءات متواترة من أجل النظر في المسألة هذه. يعني عندنا حلفائنا داخل المجلس وهم أساسا حركة الشعب وبعض المستقلين. ثم على حسب التوازنات اللي موجودة غدا في المجلس سيقع دور أول يقع دور ثاني. سنرى كيف تتطور الأمور في آنيتها داخل المجلس. شنو انتظاراتكم من الجلسة الافتتاحية سفيان المخلوفي اليوم في خضم هذا التنافس الكبير حول مسألة رئاسة البرلمان وحول مستجد آخر متعلق بإمكانية حصول تقارب بين حزب قلب تونس وحزب حركة النهضة؟ كان ضيفي يوم أمس رئيس شورى النهضة عبد الكريم الهاروني وكان فما ملاحظة متعلقة بتغيير على مستوى خطاب النهضة تجاه نبيل القروي وتجاه حزب قلب تونس ويقولك إذا كان احنا وصلنا تحالفنا مع قلب تونس راهو أنتوما القوى المحسوبة على خط ثوري وفي مقدمتها حركة الشعب والتيار الديمقراطي تتحملوا مسؤولية هذا. شوف خلينا نبدأ واضحين. احنا في التيار الديمقراطي عندنا خط واضح. يا اما ان نحكم معا ونرفض ان يحكم بنا كما وقع مع غيرنا. احنا عندنا تصور واضح للمسائل الاقتصادية والاجتماعية وللمشاكل السياسية. يعني ما غير نقعدوا نعدوا المستمعين كل الازمات السياسية اللي تعدينا بها من 2011 الى الان شكون السبب فيها غير. يلزم الاطراف اللي بيشترك معنا يكون عندها زادة قراءة سياسية لمسيرتها وهذه خاصة النهضة تكون عندها قراءة الأخطاء والمشاكل الموجودة. ما نجموش احنا نلغيه من ذهننا ومن تصورنا السياسي كل ما وقع من 2011 الآن ونقولوا كأنه ما فما حتى شيء وبرا هنا خيان ندخل من بعضنا. مش معناها عملية الإشعار بالذنب اللي قاعدين يحاولوا يعملوها النهضة بالنسبة للأطراف الأخرى مثل التيار الديمقراطي أو حركة الشعب. البلاد مسيبة وانتم ماكمش مسؤولين. لا احنا مسؤولين ومسؤوليتنا تطرح علينا تجاه ناخبينا وتجاه احترامنا ناخبينا وكل الأطراف انه تكون الأمور واضحة وعلى قاعدة واضحة كي نتجنب الفشل ونتجنب المناورات على أساسها تكونت الحكومات وتكونت الكتل والتحالفات البرلمانية والناس كل تعرف الصراعات اللي تمت والسياحة الحزبية وما إلى ذلك والحكومات واقفة. دونك احنا عندنا مسؤولية تاريخية الآن نحبوا ندخلوا إلى الحكم ولكن على قواعد واضحة. يحب هو يمشي لقلب تونس ويلقى مبررات هذه مشكلته مش مشكلتنا احنا. احنا مشكلتنا انه اللي باش يفاوضنا كما حركة النهضة اللي هي الحزب الاول ومش الحزب الرابح باش نبداو نفرقوا الاشياء ودستورين انه يجي ونجموا نشوفوا الامور على قاعدة اساسية. هما جاوا لقاونا البارح كانوا يتحدثوا تقريبا فقط على امكانية ترأس الاستاذ راشد الغنوشي لمجلس نواب الشعب ونقطة ورجع للستر ومن بعد تو نشوفوا الباقي. هذا ما ينجمش يكون وهذا ماهوش واضح. واخيرا نحب نقول لك شعوري على الاقل الشخصي انه هم النهضه تشقها صراعات عنيفه وصراعات قويه ويحبوا يدفعونا احنا الثمن في الموضوع هذا. يحلوا صراعاتهم يشوفوا برنامجهم يشوفوا هم شنو يحبوا. لحد الان شنو يحبوا ماهوش واضح لان هم عندهم خلافات داخلهم. يعني مش لازم
يحطوا على كاهل الأطراف الأخرى كما التيار الديمقراطي عدم قدرتهم داخليا على التوصل إلى أمور واضحة وينجموا يطرحوها على الأطراف اللي تصوروا أنها تشارك معهم أمور واضحة. يحبوا يلقوا حل مع قلب تونس، ربي عينهم. احنا تصورنا واضح، يبدو لي ان مقترحاتنا وضماناتنا ضمانات طالبينها امام الناس الكل وواضحه ومستعدين نتفاوضوا عليها بجديه. اليوم حزب التيار الديمقراطي هل هو مستعد سفيان المخلوفي لتقديم تنازلات في علاقه برئاسه البرلمان مقابل ايجاد تسويه مع حركه النهضه في علاقه بمسار تشكيل الحكومه؟ والله يبدو لي لمحنا لها بوضوح ونقول بوضوح، اذا كان ثم تصور كامل لعملية المشاركة في الحكم والمجلس نطرحوها مع الأطراف المشاركة ومع حركة النهضة كحزب أول ونلقاو فيها حلول، وكما يقولوا يعني ما عندكمش فيتو على رئاسة الغنوشي المحتملة للبرلمان؟ احنا ما عندناش فيتو لحد الآن، أما إذا كان هذا نجم يكون في إطار تفاهم كامل وخاصة فيما يخص المسار الحكومي ورئيس الحكومة والبرنامج وهيكلة الحكومة، يعني المسألة راهي ماهيش سهلة باش تحل في 12 ساعة ولا 24 ساعة، يعني ثم عديد الجزئيات اللي لازم نتفاهموا فيها باش تكون فيها ضمانات معينة لنجاح الحكومة ولمشاركتنا بشكل جدي. ما تبقى من ذلك ما احنا مانيش داخلين في المناورات، لكن هم عندهم مناورة يعملوها مشكلتهم. نبيل الربح، مرحبا سي مخلوفي. وبيك يا سيدي. ما جاوبنيش على سؤالي اول حاجه. نجم نجاوبك كي تعطيني وقت. تفضل. انا ماذا بيا لا تموقع ومن بعد نواصلوا معناتها جوست كي تموقع. شوف هذه ديما يسالونا فيها في التيار وجاوبنا عليها قداش مره ونجاوبك عليها. نحن قلنا ان نعتبروا انفسنا تقريبا ما يصنف في الغرب بالعائله الديمقراطيه الاجتماعيه او ما يصطلح عليه وسط اليسار، يعني اليسار الاجتماعي. اليسار الاجتماعي، يعني نجم نقول انه احنا حزب متجذر في هويته العربية الإسلامية التونسية ولكنه منحاز اجتماعيا إلى الاقتصاد والحلول الاجتماعية التي تذهب إلى صالح الطبقات الضعيفة والمتوسطة. واضح. بالنسبة لسمعتك بكري تحكي على أساس أنه نجم نتناقش مع حركة النهضة فيما يخص أمباكاجينك. أنا ما لقيتهاش بالعربي. حتى أنا ما لقيتهاش بالعربي. باكاجينغ والنهضة اليوم قاعدة تقايض في الخميس بالأربعاء. دونك غدوة مش توقع، وسمعت أنا البارح تصريح نتاع غازي الشواشي على أساس إمكانية نتاع ترشيح راشد الغنوشي والتصويت لراشد الغنوشي على كرئيس مجلس نواب الشعب. إذا اتفقنا في الحكومة وكذا. لكن تاريخ التيار الديمقراطي وأمينه العام أنه كان على امتداد السنوات الفارطة ينقد بحدة وبشدة كل ما هو محاصصة سياسية. اليوم التيار الديمقراطي يرقى روحه هو بيده في نفس اللعبة متاع المحاصصة، انه اول حاجة اشترت ثلاثة وزراء. اليوم ولينا نحكيه وبتاتر هذاك اللي رفع من سقف التفاوض ممكن مش نخرجوا من رئيس حكومة يكون من نهضة نجموا نتفاوضوا. اليوم تخدى في قلب المحاصصة الحزبية، هل هذا لا يعتبر تناقض في خط وأفكار التيار الديمقراطي منذ البداية؟ ونحن نعرف محمد عبو علاش خرج من وزارة الإصلاح الإداري وفي زمن الترويكا. شوف لا، احنا وقت نتحدث على محاصصة هي وكأنها تقاسم غنيمة معينة، فما غنيمة حكم. ما ليش نو أنتم فش معناتها كيفاش تصورها لي تو؟ لا مش أنا مش تحدث على غنيمة حكم وتو نرجع لك علاش. غنيمة حكم مثالش أنت خذ خمسة ستة وزراء راضي بهم وجماعتك وأنت تاخذ ثلاثة أربعة كما تم من 2012 حتى الآخر حكومة شفناها وهي وتوازنات أنت على حسب ما عندك. لا لا تو من ناحية غازي الشواشي مش يترشح. خليني مثالش خلي باش المستمعين لا لا باش المستمعين يفهموني لأنه المسألة دقيقة باش يفهموني في الاسترسال. هذا هي اللي احنا نسميوها محاصصه. اما اذا كان فما احزاب باش يتحالفوا باش يحكموا مع بعضهم باش يكون وزراء منهم باش تكون حكومه سياسيه منهم مع الاستعانه من الممكن ببعض الوزراء التقنيين كذا مستقلين، هذا مش هذا الاشكال. اما الحكومه باش تكون عندها دعم سياسي من الاحزاب المتحالفه فيها، وبالتالي الاحزاب هذه لازم تكون ممثله في الحكومه. فما فرق ما بين المحاصصه اللي فيها توزيع مناصب، وفما فرق ما بين تحالف ما بين أحزاب أو كتل باش يشكلوا حكومة ويكون عندهم مسؤولية سياسية فيها. هذا فرق. مطالبنا احنا فيما يخص ثلاثة وزارات اللي أعلننا عليهم هو مطلب سياسي وليس مطلب محاصة، هو مطلب سياسي بناء على قراءة سياسية لكيفية التعامل مع الملفات الدقيقة الأمنية والقضائية والإدارية والتعيينات وما إلى ذلك في المرحلة اللي فاتت. يعني هي مطالب
اصلا سياسيه وليست مطالب معناها نتاع محاصصه اعطيني ونعطيك. يبقى من بعد انت تحدثوا على امكانيه ترك رئاسه مجلس النواب الشعب لحركه النهضه، هو في اطار انك تنجم تلقى حل وتقرا حساب توازناتهم وتلقى حساب مشاكلهم وكذا من باب البحث عن حل اكثر منه من باب المحاصصه. انا ذكرت لك الحكومه، قلت لك راه مش نتفاهموا قداش باش يعطيوني وزاره، قلت لك نتفاهموا على البرنامج، باش نتفاهموا على الاشياء اللي باش ننجوها، نتفاهموا على هيكله الحكومه، على رئيس الحكومه الذي يجب ان يكون قادرا على تنفيذ الامور اللي نتفاهموا عليها وما الى ذلك. يعني ماهيش مساله حكومات، قلت لك كل اللي صارت بعد 2011 صارت على اساس عملنا ورقه وعملنا وثيقه وعملنا برنامج وعملنا كذا. شو الفرق؟ شوف شوف وحتى الوثيقه نتاع النهضه هي وثيقه عامه معناتها. شوف لا، وثيقه النهضه هي وثيقه عامه، ولذلك احنا قاعدين كما قلت لك من ناحيه الخبراء نتاعنا والمكتب السياسي قاعدين. الغدوه ممكن؟ لا مستحيل من هنا الغدوه ممكن، غير ممكن بتاتا. دونك احنا قاعدين ندقوا فيها من ناحيه ما هو ممكن انجازه في المدى القريب والمدى المتوسط والمدى البعيد فيما يخص الوثيقه اللي طرحها علينا. واحنا عندنا برنامجنا وعندنا مقترحاتنا المدقه التي ستاتي كما قلت لك في الايام القادمه من ناحيه هذا، لانه اذا كان باش تطرح برنامج راه مش او نجاوبك في جمعه نقول لك شنو باش نعمل، يعني باش تكون الامور واضحه والناس الكل تعرف اللي الازمه الموجوده في عمليا. راهو الوقت البريس عمليا الوقت مش احنا مسؤولين عليه سي نبيل. غدوه الوقت الجلسه العاشره نتاع الصباح الوقت هذا، الوقت هذا انت وانتخبوا التيار الديمقراطي باش تكونوا جزء من الحل، واليوم التيار الديمقراطي متهم بانه يمارس في التنطع السياسي. خليني عاد نجاوب كما قلت لك بطريقه ممنهجه. شوف الوقت مسؤول عليه الحزب اللي دستوريا هو الاول واللي مكلف برئيس الحكومه، هو من حقه يسمي رئيس الحكومه، لكن اذا كان يحب يلقى حل معانا لابد انه اللي باش يسميه نكونوا موافقين عليه. هذا واضح. دونك الوقت مش احنا نتحكموا فيه، يتحكم فيه الانسان اللي هو في يده هذاك. نرجع ما يقابلش انا سي مخلوف. علاش ما يقابلش؟ تو انت غدوه داخلين على جلسه العشرة متاع الصباح باش ننتخبوا رئيس مجلس نواب الشعب اللي ان شاء الله يكون سي غازي الشواشي. غازي الشواشي البارح عمل تصريح قال نحن مستعدين نتنازلوا لسي راشد الغنوشي في المقابل معناتها نلقاو حلول الكل. اليوم تقول لي نحبوا ندخلوا في برنامج وغدوه الجلسه والبرنامج اللي قدمته هالوثيقه اللي قدمتها حركه النهضه عباره على وثيقه كارتاج معناتها الارهاب والفساد وكذا وكذا، كيفاش مش تدخلوا؟ شوف ثم تناقض هنا. شوف من لا لا مش ثم تناقض، هذاك اللي يكلم فيك سي غازي يكلم فيك على الفرضيات اللي موجود الان. احنا توا معناها مضي ساعتين غير درجين ما فما حد شيء، وبالتالي احنا داخلين غدوه في جلسه كل واحد يقدم مرشحه ويشوف اموره. دونك ما فما حتى على ضوء التوازنات في التصويت الاولي في الدور الاول لرئاسه البرلمان وقتها ممكن تاخذوا موقف سفيان المخلوف من شنو؟ في علاقه بامكانيه التنازل مثلا لراشد الغنوشي. لن نتنازل الى اي كان اذا كان ما ثماش اتفاق مبدئي واضح على الباكيج اللي كان يقول عليه سنبيل. ما تخلطوش، انت تحكي على برنامج والوثيقه الموجوده وثيقه عامه، تو فسر لي انا. ما ناخذك على حد عقلي راهو سي مخلوف مثال. لا ناخذك حاسب المستمعين يسمعوني ويفهموني. غدوه ماشيين للجلسه وانت تقول مش نتفاهموا على برنامج والبرنامج ما ثماش. انا اعطيتك من الجانب المبدئي. علاش نطرحوا مال الفرضيه غازي راشد الغنوشي رئيس برلمان؟ شكون طرح الفرضيه؟ غازي شواشي البارح. لا هذاك غازي الاستاذ غازي يتكلم عموما كيفاش ينجم يكون. دونك احنا مازال من هنا الغدوه 8 نتاع الصباح تو نشوفوا علاش ينباتوا ما نرقدوش نلقاو حل، اما اذا كان ما ثمش حل هذاك هو وماهوش باش يكون فما حل. خلينا من معناها كنت مفدلك شويه عندكم ثقه اليوم في امكانيه مرور غازي الشواشي للدور الثاني من انتخابات رئاسه البرلمان؟ عندنا ثقه، نتصوروا انه سي غازي الشواشي يحظى باحترام العديد من النواب المنتمين او الغير منتمين ولديه الخبره والشخصيه انه نجم يكون رئيس مجلس النواب. حتى اذا كان طرف المقابل رضا شرف الدين اللي العديد من النواب المحسوبين على نداء تونس المحسوبين على تجمع الدستور الديمقراطي. إذا كان شوف أنا توا نايب، هناك مسؤولية فردية كنايب وهناك مسؤولية حزبية وسياسية. إذا كان ثم نواب في المجلس يتصوروا أنه ينجموا يصوتوا رئيس مجلس لم يكن حتى حاضرا في المجلس السابق، هذه مشكلتهم وهذا ضميرهم. إيش تعمل يقول لك؟ كل إنسان راشد الغنوشي أفضل اليوم رضا شرف الدين؟ غازي شواشي أفضل من كلهم. طيب سفيان المخلوفي عضو مجلس نواب الشعب عن حزب التيار الديمقراطي، سيناريو رئاسة الغنوشي للبرلمان مع أنه يكون غازي الشواشي النائب الأول لرئيس البرلمان، وارد نعم أم لا؟
وقتاش هذا؟ غدوة. الغير وارد سي غازي شواشي سيكون بإذن الله رئيس مجلس نواب الشعب. آخر قرار يعني؟ لا مش آخر قرار، تراجع عن هذا القرار. حتى في 24 ساعة اللي كان صار تطور في موقف النهضة. توا مع كل. علاش نسألك السؤال هذا يا سفيان مخلوفي؟ خلينا نحكيه أيضا. ما لكن ثم تطور يجري في الكواليس بكل صراحة. اليوم ما يقال أن التيار الديمقراطي مصطف إلى جانب شق معين داخل حركة النهضة، لأنه ما يخفاش على التوانسة ولا فما انقسامات واختلافات في وجهة النظر داخل حركة النهضة، واليوم أنتم لا تمانعون مثلا أنه يكون رئيس الحكومة القادم عبد اللطيف المكي. شكون قال لك هذا يا سي محمد؟ هذه فرصة باش تأكد أو تنفي. لا لا مش ما تطرحليش سؤال هبط لي معناها بالمظلات من المريخ وتقول لي انفي ولا واحد. لا خلينا نكونوا جديين. احنا السياسة فيها الظاهر وفيها الباطن. لا لا شوف ما نمشيش على جديد على السياسة. لا مانيش جديد على السياسة، ما نمشيش على فرضيات معناها هلامية. الحكومة يترأسها الهلاوي. شوف يظهر لي احنا شروطنا كانت واضحه سهلة. شروط لا لا شوف يظهر لي علاش نعاودوا في سؤال واحد. احنا شروطنا يبدو واضحه. خليني على الاقل نقول لك انه اذا كان مش ندخلوا مع اطراف في الحكم يكون النهضه تنجم تقترح رئيس حكومه يحظى بموافقتنا وبموافقه الاطراف التي ستشارك في الحكم. يظهر لي هذا كلام واضح. فهمتني؟ منه فما خلافات داخل النهضه؟ لا احنا لا مصطفين لا مع هذا لا مع ذاك. احنا يجيونا وفود رسميه مع النهضه نتحدث معهم رسميا. واللي قلت لك الوفود اللي جاونا لحد الان لقاء ثالث كانت هذه عباره على جس نبض، لانه ما ثماش اقتراحات عمليه وواضحه باستثناء وثيقه الحكم اللي طرحت علينا واللي قاعدين ندرسوا فيها باش نعطيو مقترح مضاد حول ما يمكن ان تنجزه الحكومه. اكاو اما من ناحيه الجديه حتى اسماء لم تطرح علينا. هل تقبلون بحكومه تشاركوا فيها انتم يترأسها شخصيه من ضغط؟ مش دوري جاوبنا عليه قداش مره هذا يا سي نبيل؟ نعم او لا؟ لا اي هذا ما جاوبنا عليه ولا ما جاوبناش؟ لا انتم المواقف نتاعكم ما في السياسه فما تطور المواقف سي سفيان. كل مش ساعه كلها مش كل ساعه بالنسبه لحركه النهضه حزب قلب تونس لم يعد رمزا للفساد السياسي. تطور في موقف النهضه. نعم. ثوري اصبح ثوري. هذه يخص النهضه ما يخصناش احنا. انتم عندكم نفس الموقف؟ احنا ديما في نفس الموقف من قلب تونس. لا احنا اي عندنا نفس الموقف من قلب تونس. لا مجال للتحالف في حكومه فيها قلب تونس. لا مجال مهما كان الثمن حتى لو كان هذا يعاد الانتخابات. شوف مش قضية عاد الانتخابات. شوف خلينا نحو هالمنطق هذايا متاع وضع الثقل على فلان أو علان أو عملية الإشعار بالذنب اللي يسموها الفرنسيس الكلبابيليزاسيون. لا احنا صوتونا ناس. شوف احنا صوتونا ناس واحنا نحترموا ناخبينا كما نحترموا الأطراف الأخرى وناخبي الأطراف الأخرى. احنا عنا تصورنا ونحبوا اذا كان ندخلوا في الحكم يكون بعمليه واضحه وناجحه والانجاز داخل في الحكومه هذه على صعوبه الوضع يكون على الاقل فيه مردود على حياه المواطنين وعلى وضع الدوله التونسيه. هذا ما يقودنا. الباقي انك انت خايب انك انتباهي اني سايب عليك حمله في فيسبوك اني نتهمك انت كذا من عشان هذا ليس هو مقاسنا. مقاسنا هو المصلحه العامه وكيف يمكننا ان نشارك في هذه المصلحه العامه. مستعدين نشاركوا في إدارة الشأن العام في الحكم ولكن على مسائل واضحة، وإذا كان لم ننجح سنقوم بدورنا في المعارضة بشكل واضح. هذه مع حزب قلب تونس في ائتلاف حاكم فيه قلب تونس. لا عملية ممكنة؟ نعم أم لا؟ لا 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 ثلاثا. وائتلاف الكرامة؟ شوف ائتلاف الكرامة ككتلة موجودة تقريبا معناها واحد تنجم تكون معنية بالحكم وعبرت انها تنجم تكون معنية وما هي معناها ثم نقاش في الوضع نتاع. لكن يتهموكم بالتنطع السياسي اليوم. يقول لك انتم حطيتونا في المأزق هذا. بارك الله فيهم. وانتقدوا بشدة تصريحات سامي عبو في علاقة بائتلاف الكرامة. بارك الله فيهم. سي مخلوفي هل تقبلون بالمشاركة في حكومة تترأسها شخصية من النهضة؟ لا يظهر لي جاوبنا عليه قبل وقلنا احنا. ما جاوبتنيش. لا اي ولا لا سهل. بالله سامحني. نسالش نجم نرد سؤال بسؤال. علاش انت مقبله وراجعه وانه النهضه وكذا عندك حاجه؟ لا عندك حاجه في معناها وصلتك عندك. أنا بما انه جوابنا توا تقريبا شهر هو نفسه. انت علاش تاكد على الموضوع هذا توا؟ نحن انت مسجل موقف تاريخي. انا جبتك سؤال. لا انا موقف تاريخي مانيش حنا باع. انا مش نعمل حلقات في التاريخ معناها واحد. انت مأكد على السؤال هذا؟ نحب نعرف الهدف تاعك منه شنو. انا نحب للراي العام خلي يعرف الراي العام. يظهر لي احنا قاعدين نجاوبوا فيه عن شهر. شنو هو الجواب؟ انه احنا نحبوا رئيس حكومه يكون غير متحزب ولكنه معناها سياسي واضح و
اعتذر لي هذه لن يشاركوا في حكومة تترأسها شخصية من النهضة. أنت قلت سفيان مخلوفي لا ليش لأنه أنا الأنواع من الأسئلة ذي يظهر لي ديما فيها خلفية واضح. وأنا ما نحبش جو ساتيسفي با الخلفية اللي عند سائلي. كلمة الختام سفيان المخلوفي، رسالتكم الناخبيكم، رسالتكم للرأي العام اليوم اللي ينتظر في دور إيجابي يلعبوا التيار الديمقراطي في المرحلة القادمة. رسالتنا اللي ناخبينا وحتى اللي ما ناخبوناش أن احنا نحبوا نتعاملوا مع الوضعية بمسؤولية، والمسؤولية لا تعني أنك تكون في حكومة بأي ثمن وبأي برنامج، أنك تنجم تكون في حكومة ببرنامج واضح موافق عليه وبأدوات التنفيذ واضحة، يعني هيكلة الحكومة. إذا كان الجانب شعورنا بالمسؤولية بالنسبة لإدارة الشأن العام ما تحققش بشكل هذا، سنكون معارضة بناءة، ماهيش باش تكون معناها آلية، ولكنها ستكون دائما منحازة بمسؤوليتنا احنا لما نراه هو للصالح العام. ننتظر ما ستبوح به يوم غد الجلسة الافتتاحية لمجلس نواب الشعب. كل الشكر ليك سفيان المخلوف في عضو مجلس نواب الشعب على حضورك معنا، وأكيد مش يكون عندنا متابعة لمختلف المستجدات. كل الشكر أيضا لنبيل الرابحي المحلل السياسي اللي رفقنا في التحليل والنقاش على امتداد حصة اليوم. كنكون وصلنا لختيمة هذا العدد من برنامج هنا تونس. في الختام محمد اليوسفي وكامل الفريق يسلم عليكم ويقول لكم إن شاء الله تونس.